اولا كنشكروا هذه القناه اللي كتوصل صوتنا للمسؤولين بصفه عامه ديال رجال الامن اللي هنا في مكناس والمسؤولين اللي واقفين على هاد الشركات. اليوم 9 في الشهر، حنا البارح ما بغينا نديروا لا وقفه ولا كلمه ولا حتى شي حاجه، لان كانت انتخابات باش ما نشوشوش ونتسماو حنا كندوضوا الفوضى وكنديروا المسائل غير قانونيه. لا يعقل ان نصيكم في 12 الليل او لا 2 الليل 700 مره كترمى في الزنقه، راه لا يعقل هذا الشيء. هذا المسؤولين هما اللي مكناس، انوضوا شويه خدموا معنا، الله يرحم الوالدين. راه حنا راه مواتكم وخوتكم وولادكم، راه حنا ماشي برانيين عليكم، راه حنا دمكم وعروقكم. وتشوفوا شويه اتقوا الله في هذه المدينه هذه، راه حشومه وعيب الناس هكاك في 3 الليل غاديين كيتجاراو سيكم، والسيد هز الخدمه ومخرجها بالليل، المطاحين كذلك، لوسيال كذلك، حشومه. حنا دابا هادي شهر وحنا مرميين هنا في الزنقه، لا يعقل ان هاد المسؤولين هادو ما بقدوش يجيبوهم، ما يمكنش. حنا راه بزاف علينا هادشي، راه ولينا كنشوفوا القانون غير في الاعلام وكنشوفوه في التلفزيون، اما التطبيق، التطبيق الاساسي ما كنشوفوش. كون كان التطبيق ما نترماوش حنا شهر في الزنقه، طلبنا غير الاجور ديالنا، ما طلبناش شي حاجه اكثر من القياس. ما طلبنا لا زياده لا قال بريمات لا حتى شي حاجه. راه حشومه عيب، حشومه هاد المدينه العريقه هكا تتموت عرق بعرق. علاش؟ فين المسؤولين ديالها؟ فين الناس دياولها؟ اينوضوا يهضروا على بلادهم، راه بلادهم شي نهار القوا تباعت مشات. انوضوا يا مالي المكناس، نوضوا تحركوا شويه. حنا راه ما هضرناش هاد السيمانه حيت كان انتخابات وكان هذا، ما نتسماوش حنا كنديروا الفوضى. وافقوا شويه وعيقوا ونوضوا تخدموا بلادكم، ونوضوا توقفوا على بلادكم وعلى مواتكم وخوتكم وبناتكم اللي مريومين في الزناقي. الرجال فين هي حقوق المراه اللي كيقول لك الحقوق الحقوق؟ تنشوفوا حنا كل شيء غير في الاعلام، كتجينا جنه، كنجيو للواقع كنعيشوا فيه، كنلقاو راسنا خصنا نمشي ندفنوا حنا حيين. حشومه كاع، والله حتى حشومه، حشومه وعيب. وفينكم اما اللي يمكن اسفقوا شويه وعيقوا، انوضوا تحركوا على بلادكم. نهنيوا حزب الاحرار اللي نجح، وكنتمنى له التوفيق ومسيره موفقه ان شاء الله، وكنتمنى انه يشوف هاد الناس هادو كاع اللي هنا في مكناس اللي نجحوا وعطيناهم الاصوات ديالنا. كنتمنوا من الله انهم يشوفوا في هاد الناس يعني يكون واحد الخير منهم، كنتظروا واحد مسيره موفقه ان شاء الله من جهتهم. ولهذا كنقول راه خص المستثمرين والناس، كنتمناو مع هاد الحكومه الجديده وهذا الشيء يكون شي ازدهار مستقبلا ان شاء الله. وكنتمناو من السي اخ النوج انه يدور وجهه شويه في مكانزه بهاد، ويعاود النظر في العمال ديال الشركات، سورتو الشركات راه هما اللي هازين الاقتصاد ديال مدينه مكناس. راه مدينه مكناس كان كيتضرب بها المثل، اكبر شركه على وجه العالم كانت هي سيكوم اللي ولات اكفس الشركه، وزيد عليها لوسيال، زيد عليها عرامة الشركات والمطاحين، والناس كيزيدوهم الزياده في المواد الغذائيه. عباد الله، واحد جالس مرمي في الزنقه ما لاقيش يشري حتى ربعه د العدس، لا يعقل هذا الشيء هذا. وكنتمناو من الحكومه الجديده ان شاء الله تشوف بوجهه نظر لهاد الناس هادو. وشكرا. السلام عليكم. شكرا على بعدا انتم فاش كتجيو توصلوا صوتنا.
حنايا راه في هاد الشركه من 8 اوت وحنا واقفين، واليوم 9 سبتمبر وحنايا واقفين، حتى شي مسؤول ما دور وجهه جهتنا، حتى شي مسؤول ما جاي يقول لنا شنو كديروا. وهاد السيد هذا اللي حنا خدامين عنده واش فوق القانون؟ راه كاع الناس غلبهم، كيصيفطوا لينا حنا الامن، يصيفطوا الامن ليه هو، علاش لينا حنايا؟ حنايا راه جالسين كنتسناو حقنا، خصهم يصيفطوا الامن لواحد اللي داي لينا حقنا، ماشي لينا حنايا، حنا راه حنا عيينا، شنو بغاونا نديرو؟ واش بغاونا نرتكبوا الجرائم ولا شنو بغاونا نديرو؟ حنا راه بقينا بالجوع، حنا ما بقيناش نلقاو باش نركبوا، الناس راه ولادها كتخليها في الدار وتجي لهنايا، هادشي راه عيب وحرام، فين هما هاد المسؤولين؟ يوريونا غير واحد من هاد المسؤولين جا شي نهار وشاف لنا هاد المشكل هذا، تيقولوا لنا السيد مريض بكوفيد والسيد نهار كامل هو تيدور. فينا هما؟ ما كاين لا مسؤول لا سي هلال ولا سي اشملال، فينا هما؟ كيعرفونا غير في وقت الخدمه، يعرفونا دابا، حنا راه حنا مزاوطين، سالين غنبقاو مزاوطين. بغينا غير نشوفوا حاجه وحده يديروها لنا، الا غيجريو علينا يجيو يجريو علينا ويديونا للحبس، اللهم ناكلوا في الحبس ولا نبقاو جالسين هنايا. حنا هنا ما عندنا ما نديرو، حنا خصنا شي حل، حنا خصنا حل، حنا خصنا حل، الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق، حنا راه حنا عيينا. الاخرى فينا راه عندها هنايا 25 عام، هادشي راه بزاف، عينا ما نصبرو كنقولو هاد المسؤول راه غادي يرد لينا البال، راه غادي يرتاح ويجي يرد لينا البال، ما بغاش يجي لعنا، شنو بغاونا نديرو؟ صافي حنا عيينا وصلت بينا للاخر، يجيو اما يديونا للحبس اما يجيو يعطيونا حقنا نمشيو بحالاتنا، حنا عيينا 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 عيينا. انا راه كنجيب جوج المراكب لهنايا وكاينه اللي كتجيب ثلاثه وكاينه اللي معفين ساكنه والناس سامحه في ولادها وجايه جالسه هنا، الناس راه كتجيب ولادها معاها لهنا لان ما عندها فين تخليها، كاع اللي كانوا دايرين المربيات ما بقاو ما لقاوش باش يخلصوهم، شنو غادي يديروا دابا؟ يجيبوا ولادهم لهنا كيتكرفصوا معانا وحنا كنقيلوا هنا والناس كيجيبوا لنا الفطور شي يجيب لنا الغدا شي يجيب لنا هادي، حنا بغينا حقنا ونتحركوا من هنايا. البنكات كلهم دعاء. فين هو هاد الامن؟ فين هي هاد السلطه؟ فين هو هاد الحكومه؟ فين هما؟ هاد السيد هذا راه كيقول هو سلطه وحكومه، هو فين هو؟ ما جا عندنا حتى شي واحد، حنا عيينا 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 لواحد الدرجه كبيره، اما يديروا معنا شي حل اما يجيو يجمعونا هنا في الصفيطات، حاجه وحده يديروها. وشكرا.